وداعا وليد سليمان، وداعا أيها المنتمي، وداعا. يعني مهما قلت من كلمات فيك يا وليد، أنت يعني من الناس اللي اشتروا الأهلي، ومن الناس اللي ضحوا بكتير عشان الأهلي. عهدناك راجل واستمريت راجل للنهاية، وما قابلتش أي إغراءات في الفلوس عشان تسيب الأهلي، وقلت إن أنا مقدرش البس تيشيرت بعد النادي الاهلي، وكان حلمي منذ الطفوله ان اعتزل في الاهلي، وحققت حلمي. بجد انا حزين وحزين جدا. انا بشجع كوره من 92، حضرت اعتزال لعيبه كتير. يعني اكتر اعتزال اثر فيها هو ابو تريكه، بس ابو تريكه ما كانش اعلن قبليها. ابو تريكه كان عاملها مفاجاه وطلع قال انا اعتزلت، لكن اعتزال وليد سليمان جه فجأة. يعني أنا ما زعلتش قوي كده على عماد متعب ولا على بركات، بس زعلت على وليد سليمان، آخر المنتمين وآخر الجيل الذهبي اللي كان يعني أغلبه بيضحي عشان بالفلوس عشان حبه للأهلي. مع السلامة يا وليد. ده كان أول حاجة. تاني حاجة، جمهور الأهلي العظيم اللي كان موجود النهاردة، الجمهور العظيم ده حضر عشان الاهلي وعشان خاطر وليد سليمان. الجمهور العظيم ده فرقته خسرنا الدوري من 6 اسابيع. الجمهور ده هو الجمهور الحقيقي، الجمهور ده اللي عمل ملحمه النهارده في حب الاهلي وفي حب وليد سليمان. والحمد لله بنروح من غير وجبات. المباراه دول كانوا الرسالتين الاولانيين، المباراه فوز كبير وفوز عريض. المدرب مع السلامة، أغلب اللعيبة هتبقى مع السلامة. في لعيبة شابة وموهوبة كانوا موجودين النهاردة في المباراة. أنا من وجهة نظري رأفت خليل هيبقى مستقبل للأهلي، محمد أشرف، مصطفى شوبير، محمد محمود اللي النهاردة برضو. أنا ليه مش فاهم أنت ليك كمصمم كمدير فني ما تلعبوش من اول اللقاء، ولكن ربنا جبره النهارده باسيست وخلص اسيست. رأفت خليل حطه هدف. لا، في لعيبه، زياد طارق من اللعيبه برضو اللي المفروض هتستنى، حتى اللعيبه التانيه. والله في لعيبه شباب، يعني ميدو نبيل اللي عنده 17 سنه لازم نصبر عليه. لكن المدرب خلاص، المدرب ما عندوش اي حاجه. يعني مش هنقول انه هو وحش ولا هنقول انه هو كويس، بس هو جه في وقت اتظلم فيه، بس ده برضو مش طموحنا. كلمة للتحكيم، التحكيم اللي النهاردة من وجهة نظري تحكيم على الله حكايته. الاهلي كان ليه ضربة جزاء بتاعت عبد القادر اللي خبطت في ايده، رجعها اوفسايد والكرة مش اوفسايد. طيب الفار ما يرجعش اللعبة ليه ويرجعه؟ يعني اولا يشوف الكره جت في ايده ولا لا ويقول ضربه جزاء، بعد كده يبص على الاوفسايد، اوفسايد ولا لا، ما كانش فيها اوفسايد خالص. وضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي ضربه جزاء ودفع من ورا، بس ما اشترط. يعني انت كده اديته العقوبتين، هو لو من بره ال 18 وزقه كارت احمر، لكن كضربه جزاء ما ينفعش تطلع الكارت الاحمر تدي الانذار، ده في القانون الجديد. لكن الحكام على الله حكايتهم. وانا كاهلاوي كنت متضايق، انت جاي تقول لي ان انا حسبت لك اهو غلطه لا يا باشا، انت غلطت ايه؟ غلطت ايه؟ ما انا كان ليا ضربه جزاء اساسا ما اتحسبتش، وانت جاي تجاملني؟ انا مش عايز اتجامل يا عم. انت بتعمل كده عشان تقول ما الاهلي برضو ليه غلطات بعد الدوري ما خلص. عموما الناس اللي هتمسك في القصه دي هي مش طرد، هي ضربه جزاء، والاهلي كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش. والنهارده الاهلي او لعيبه الاهلي الشباب عملوا مباراه رائعه. شكرا لجمهور الاهلي العظيم اللي عمل ملحمه النهارده. شكرا وليد سليمان على كل حاجه قدمتها للاهلي. وليد سليمان اخر المنتمين والله. وليد سليمان، انا حزين ان وليد سليمان هيبطل. وليد سليمان اشترى الاهلي وحارب كتير عشان يجي الاهلي، ودخل المستشفى بسبب انه عايز يجي الاهلي. جمهور الاهلي كان في الاستاد عامل ملحمة، بيقول لهم، بيقول رسالة
لأي لعيب هيشتري الأهلي هنشيله في عينينا وهنشتريه والله، وهيبقى رمز لينا. لكن أي حد بيفكر للفلوس مش عايزينك. النهارده الجمهور نزل تيفو لصورة وليد سليمان هم عاملينها، عظم والله، والله العظيم جمهور الأهلي عظيم وبيقدم عظمة وقدم عظمة النهارده. شكرا وليد سليمان، شكرا جمهور الأهلي. الحمد لله الموسم انتهى بحلوه بمره. إن شاء الله نتمنى صفقات تبقى على قد طموحاتنا، إن شاء الله مدير فني على قد طموحاتنا، يا رب مجلس الإدارة يصدق معانا. كابتن محمود الخطيب مهما قلت عليك فأنت أسطورة ورمز كبير للأهلي. كفاية بس إن لما حد بيعترض عليك ويقول لك فين الصفقات يا كابتن، ما بتقولوش أمك مالها، لا بتقول له إن شاء الله خير. محمود الخطيب أي حد هيحطك في جملة مفيدة مع رئيس الزمالك صراحة يعني الواحد مش هيسكت له. شكرا الأهلي وجمهور الأهلي وليد سليمان، ودمتم في أمان الله. سلام.